ازيك يا عم حسن؟ استاذ يوسف ما تيجي تقعد معايا شويه؟ لا معلش انا تعبان شويه، خليها وقت تاني. بالحق يا استاذ يوسف. خير؟ في واحد سأل عليك. حد سأل عليا انا؟ مين؟ ضاحي. انت بتقول ايه؟ ضاحي كان هنا. طب ومكلمتنيش ليه يا عم حسن؟ اكلمك ليه عدم المؤاخذة؟ تكلمني عشان انت شايف ان انا كل خمس دقايق بسألك عليه؟ يعني مستخسر فيها مكالمة محمول يا اخي؟ ده جزاتي ان انا بحكي لك؟ خلاص يا سيدي ينقطع لساني لو حكيت لك تاني كلمة. وبعدين يعني هو كان جاي مخصوص يسأل عليا ولا كان جاي ليه؟ لا كان جاي يسأل على الأوضة. قلت له ايه؟ اقول له ايه؟ مسكونة طبعا. وهو قال لك اذا كان راجع تاني ولا لا؟ لا انما كان عايز محمولك. محمول انا؟ عايز محمول بتاع ايه يعني؟ عايزه ليه؟ قال لك ليه عايزه؟ اوعى تكون قلت له على الحوار اللي انا قلته لك. حوار ايه؟ حوار الجوابات. هو في غيره عم حسن؟ ما ده اللي انا قايل لك عليه. قلت له بس خلاص يبقى قلت له يعني هسيبه على عماه ده مهما كان 10 سنين برضه. اديته رقم تليفوني؟ لا وانا غشيم؟ لا انا غشيم يا محمود. افهم بقى ايه 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 الموضوع يعني؟ الموضوع انك ودتني في 60 داهيه يا عم حسن، ودتني في 60 داهيه. لو جيت تاني ولا سال عليا يا ريت تبقى تقول لي، ماشي؟ حاضر حاضر يا سيدي حاضر. ده ايه ده؟ يا نهار اسود انت عايز مني ايه؟ يا استاذ يوسف انت بتكلمني ليه كده؟ ده انا قاعد والدك يا اخي. اسمع يا عم حسن، مين دخل الاوضه مش موجود؟ محدش بيخشها غير حضرتك وياسين. ايوه ياسين بقاله كتير ما جاش هنا. مين اللي دخل الاوضه؟ هذا من مؤاخذه مين هيخشها يعني؟ في ايه يا عم حسن؟ هو كل ما اسالك سؤال هترد عليا بسؤال؟ مين دخل الاوضه؟ ايه الطبانجه ده يا استاذ يوسف؟ في فلوس اتسرقت من الاوضه. فلوس؟ والله ما اخدتها ولا اعرف فلوس ايه اللي بتتكلم عنها دي. ضاحي جه هنا؟ لا ما جاش. يعني هي الفلوس دي اتسرقت لوحدها؟ اسمع انت راجل كبير وانا مش عايز ابهدلك معايا. خلص الفلوس دي راحت فين؟ يا استاذ يوسف اخذ الشيطان اخذ الشيطان. انت ما تحور، اقعد لي بقى هنا. تعالى ها اقعد. انا خلاص مبقاش فارق معايا حاجه، هقتلك وادفنك تحت السرير هنا. الفلوس دي لو ما رجعتش هقتلك. والله ما خدتهم. عادي لغايه ثلاثه. يا استاذ يوسف اخذ الشيطان. واحد اخذ الشيطان بقول لك. اثنين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. ثلاثه ادي مدام انجي رقم المحضر وخليها تمضي. انت بقى هتيجي معانا شويه. ليه بس يا باشا؟ انا ما عملتش حاجه. ما هو ده بقى اللي احنا هنشوفه هناك. مدام انجي. عم اسماعيل بقاله معانا سنين وما شفناش منه حاجه وحشه. حضرتك ده كله اجراء روتيني. طيب ممكن يجي لكم بكره الصبح؟ بكره الصبح الساعه 11 بالظبط تكون موجود عندي في القسم. حاضر. يلا. مش عارف اقول لك ايه يا مدام. ما تقولش اي حاجه بس تفتح عينك كويس وما تبقاش قاعد زي قلتك وتشوف شغلك عدل وما تسيبش العماره كده اللي رايح واللي جاي وتشوف مين داخل ومين خارج. والله العظيم عايز ما تقولش اي حاجه، سيبني بقى في اللي انا فيه. حاضر
عن إذنك يا مدام. مدام إنجي، أنت كنت بتعملي إيه في الساحل؟ كنا بننظف الشاليه، وخدنا البنت اللي بتنظف عشان نروح ننظف الشاليه. في حاجة تانية اتسرقت من الشقة غير الشبكة والاسورتين؟ أنا ما بصيتش، بس حاجة تانية زي إيه يعني؟ مفيش حد غريب دخل الشقة خلال الفترة اللي فاتت دي؟ حد زي مين يعني؟ أي حد، نجار، سباك، شغالة مثلا؟ لا، هي الشغالة ما جاتش، نضفت هنا بقى لها فترة. طيب، على العموم أنا هتابع معاهم، ولو في أي جديد هبقى أبلغك. مش عارفة أشكر حضرتك إزاي؟ لا مفيش حاجة. مدام إنجي، أنا كنت طلبت منك إن أنا عايز أشوف مكتب المرحوم وليد. عندك مانع أشوفه دلوقتي؟ لا أبداً، اتفضل. اتفضل. مفيش أي حاجة ناقصة في المكتب. حاجة زي إيه بالظبط؟ يعني أي حاجة، أوراق، مستندات، أي حاجة ليها دعوة بالقضية مثلا. وهي إيه علاقة السرقة بالقضية؟ كان في دوسيه أحمر مكتوب عليه علي الجندي هام جدا. دوسيه أحمر؟ في أي حد غير حضرتك يعرف حاجة عن الدوسيه ده؟ هو في إيه بالظبط يا فندم؟ ممكن حضرتك تفهمني إيه اللي حصل؟ مخبيش على حضرتك، أنا ابتديت أبقى شاكك في حاجة. شاكك في إيه؟ اللي دخل الشقة ما جاش عشان الصيغة بس. أمال عشان إيه؟ الدوسيه. الدوسيه؟ هو اللي سرق ده ممكن يرجع تاني؟ ما اعتقدش. حضرتك، انا قاعده هنا لوحدي مع بنتي، مش ناقصه قلق. لا ما تقلقيش، وانا هشوف الموضوع ده وهبلغك اول باول، بس برضه من فضلك لو انت وصلت لاي حاجه بلغيني برضه. حاضر. صباح الخير. أسامة، عايزك تجهز لي ملف بالهجامين اللي كانوا سارحين الفترة اللي فاتت. بسيطة يا فندم، بكرة يكون عندك. طمني بس سعادتك. لو اللي في دماغي طلع صح يا حسام، يبقى احنا قربنا قوي من اللي قتل الوليد. مش فاهم. اطلع بس وأنا أفهمك كل حاجة في السكة. إنجي، انتي قلقانة ليه بس يا بنتي؟ مش عارفة يا بابا، بس مش بتطمنة. لا اطمني يا حبيبتي، ان شاء الله هيمسكوا، وان شاء الله الحاجات كلها هترجع. انجي. لا لا يا بنتي، في 60 داهية الحاجات، بكرة اجيب لك احسن منهم. ولا تزعلي يا حبيبتي، انا بعيط يا بابا عشان حاسة اني لوحدي. لوحدك؟
ليه انجي تقولي كده؟ امال احنا رحنا فين يا بنتي؟ من يوم ما وليد مات يا ماما وانا كل يوم بصحى من النوم بحس ان حد بيضربني بالقلم على وشي. في الاول كنت بقول لنفسي جماتي فتره هتعدي، انت مش اول ولا اخر واحده. بعدين كل شويه كل ما الوقت بيعدي بحس ان انا الحمل عمال يزيد. طول ما انا ماشيه حاسه بالحمل فوق راسي بيتقل وراسي عماله تتقل، خلاص ما بقتش قادره استحمل. بابا ممكن تبات معايا النهارده؟ من عينيا يا بنتي، انا قاعد هنا مش هتحرك. رجعتيني الأيام زمان يا إنجي. زمان لما كنت صغيرة كانت مامتي بتزعقلك كنت تجيني وانت محيطة أخدك في حضن في أقل من 5 دقايق ألاقيك نمتي، رحت في النوم نوم هادي جميل زي الملايكة. انت تقوم تيجي مامتك وتتخانق معايا تقول لي انت بتعمل كده ليه؟ انت بتدلعها؟ اقول لها انت مالك؟ بنتي وانا حر فيها. انت نمتي؟ لا يا بابا انا بسمعك. كنجي 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 صباح الفل. صباح الفل والنور والعسل. قولي لي نمت كويس؟ اول ليله انامها كويس من زمان الحمد لله. صباح الخير يا جد. اهلا 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 بكنزي. انا صباح الفل يا عيون جدو. يلا يا كنزي. يلا فين؟ مش هتفطروا؟ يا دوب الحق وديها. لا ما تفرقش، ال5 دقايق دول افطري روحي هاتي الطبق الاطباق. يلا ماشي. اقعدي يا حبيبي اقعدي يا حبيبي اقعدي يا حبيبي. يا ودي الله واحد لماما وواحد لكنزي انا وواحد لكده. اتفضل حبيبي. بحبوش. لا ما تحبوش ده ايه؟ في حد معاه الباسبور المصري وما بيحبش الفول برضه؟ قولي يا حبيبتي. انا بقى مش هقدر افطر غير لما اشرب القهوه. لا قهوه ايه وكلام فاضي ايه؟ تاكلي الاول. حاضر. انجي انا فكرت في الكلام اللي اتكلمنا فيه من يومين. بصراحه يا بنتي انا مش مستريح لقعدتك لوحدك خصوصا في الظروف دي. يجيلك اكتئاب يا حبيبتي. اعمل ايه بس يا بابا؟ تيجي تعيشي معنا. ما انت عارف لو جيت انا وماما هنفضل طول الوقت ناقر في بعض. في الاول وفي الاخر هي مامتك واكيد يهمها مصلحتك.
شاء الله. كمان عايزك تعيدي تفكير في موضوع الهجرة ده. أنا ما بقولش بلاش، بقولك فكري بعقل، بلاش تاخدي قرار عاطفي يا بنتي. ربنا يسهل. يلا يا كنزي، هروح اوديها وارجع لك على طول، مش هسيبك النهارده. طب كملوا اكلكم بس. معلش لما ارجع. يلا يا كنزي، مع السلامه. مع السلامه يا كنزي. انا مع السلامه حبيبي. صباح الخير. صباح الخير يا مدام. صباح الخير يا يوسف. صباح الخير يا ياسين، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. التأشيرة كمان اسبوعين كده عشان تفتكرش ان نسيتك. بس طيب تمام، بس مش ده اللي مكلمك عشانه. خير يا يوسف؟ مالك يا صوتك عامل كده ليه؟ انت كويس؟ لا زفت. ضاحي دخل امبارح عندي هنا في الاوضه وقلبها. ايه؟ ضاحي؟ طب انت لازم تسيب بنسيون. ما انا مستعجل على التأشيرة ليه؟ بقولك ما تعرفش حد من حبايبك كده يتصرف لنا في طلق 9 مللي لطبنجة حلوان؟ طلق؟ ليه يا يوسف؟ ناوي تعمل ايه؟ ناوي اتعلم نشان. احنا مش هننزل؟ مامي مش هننزل؟ استني يا كنزي. ترد بقى يا سيادة المقدم. مش هنروح الحضانة النهارده. ليه بقى يا ماما؟ كده مش هنروح وخلاص. السلام عليكم يا حاج. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. هو ايه ده يا حاج المخزن؟ سكرامبلت ايجز. بيت حضرتك. بيت حضرتي؟ طب المخزن ممكن بس معلقه بيض عشان اعمل دايت، بس معلقه صغيره بقى. اتفضل. ايه يا حاج انت صدقت ولا ايه؟ ده واحد ده منظر واحد عامل دايت. حاج ده بيض.
فطار يعني. مؤاخذة. اتفضل. ألف هنا. الله يخليك. الله كلموا عربي يا حاج، يعني عيب على سنك اللي فيها أجنبي. صباح الخير يا باشا. صباح النور يا أكرم. إيه الأخبار؟ تعالى أفطر معايا. لا أنا الشفا سبقتك. ها؟ كلمت الراجل؟ كلمته وجاهز. أنت ساعتك فاضية أمتى؟ أربعة. كويس. كويس؟ آه ما قلتليش. يا مدام هل أكون موجودة بكرة؟ ما بتردش عليا من امبارح. أكرم، طبعًا أنت فاهم. المرة دي غير أي مرة. كله تمام يا باشا. ما تقلقش. صباح الفل يا باشا. أكرم وطارق يا باشا دلوقتي قاعدين مع بعض في المطعم وتقريبا كده بيخططوا لحاجة. حاضر يا باشا تحت أمرك. لا أنا اللي كبير. مع السلامة يا باشا. متهيأليش هعرف اجي النهارده يا شيم. هيثم لسه تعبان شويه. لا طبعا خليكي جنبه النهارده وان شاء الله يا رب يبقى احسن. طب بقول لك ايه، انا عايزه الارض تتنضف كويس قوي، عايزاها تبرق والفوط تتغير، ولو حد اتاخر ولا حاجه تبلغيني، انا مش عايزه اجي الاقيها طابونه. ما تقلقيش الصالون في عينيا. ماشي، ولو في حاجه كلميني. يلا باي. ازاي يا هيثم دلوقتي يا مدام سعاد؟ احسن شويه، الحراره نزلت شويه الحمد لله. الحمد لله. هاتي عنك حكي. يلا يا هيثم. يلا يا حبيبي. يلا عشان تشرب الشرب. مش عايز. يشرب الشرب عشان تخف يا حبيبي. ايه انت مش عايز تخف؟ ما عاوز بابا. طيب خلص الشوربة كلها وبعد كده هنكلمه. يلا. شاطر. ماما هو بابا ليه مش عايش معانا؟ اصل انا وباباك متخانقين يا هيثم. طب انتوا ليه متخانقين؟ بص لما تخلص الشوربة كلها وتخف وتبقى كويس هبقى احكي لك، اصلها حكاية طويلة. يلا. ماما ينفع اسألك سؤال؟ بس ما تضمنيش. تتقطع ايدي قبل ما اضربك. قولي. هو انت مش بتجيبي لعب زي بابا؟ اخس عليك يا هيثم، انا مش بجيب لك لعب. اوعى يا حبيبي تفتكر ان انا مش بحبك. مفيش ام ما بتحبش ابنها، وانا بموت فيك اصلا. بس انا مش عايزك تتبهدل زي، عايزك تطلع جامد كده وناشف. يعني لما تكبر هتفهم يا هيثم. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ نفسي تخلص الشوربه دي كلها وتبطل تقلب عليا المواجع. بتعمل ايه انت وهو؟ نازل اليافطه دي؟ ترى يا عم الحاج مالك داخل فارد زعبيبك علينا كده ليه؟ ما تهدى. خميس يا معلم ابو ليلى. انت تعرفني؟ وفي حد في الدنيا دي كلها ما يعرفش المعلم ابو ليلى اكبر تاجر قماش؟ ما تعرفناش بسيادتك. سعيد البرنس. بتاع فيصل؟ هو بعينه. لا مؤاخذة يا معلم، اللي ما يعرفك يجيلك، بس ما ينفعش تيجي منطقتي من غير ما تستأذنني. انت كمان يوفتك مغرقة فيصل يمين وشمال وسمحنا لك من غير ما تستأذن. بقول لك يا معلم؟ احنا الناس ورانا شغل. اليافطة دي تنزل. طب ولو ما نزلتش؟ محسن انت الرجالة. ترى يا معلم محسن والرجالة وفي ايه؟ الحاجات دي عملناها من زمان، يجي من 30 سنة كده. دلوقتي احنا كبرنا على الحاجات دي. بدل ما تعتبرنا ضيوفك يا معلم وتاخدنا تكرمنا في قطعتين قماش كده ولا حاجة. بقول لك يا معلم، ما تيجي ندخل جوه نقول كلمتين كده سوا. اتفضل. قلت لك 100 مرة ما
كله بالسياسة. هي ساعة زمن لو ما نزلش وفط أبو سلمة وحط دربالة هلا لو مرض وادهن جسمي زيت ويرجع بقى البرنس الشقاوة زمان. أشوف أبو نيلة. في ايه؟ مالك؟ قلقانة، البلد ما بقاش فيها امان، كل يوم والتاني في طفل بيتخطف. انا قلت لك كذا مره تعالوا عيشوا معانا. وبعدين بقى يا ماما؟ وبعدين ايه؟ لما حد يدخل عليكم البيت وانتوا نايمين. خلاص بقى يا ماما كفايه. يا بنتي انا خايفه عليكي. بقول لك ايه؟ خدوا كنزي معاك وانتوا مروحين، انا هعدي اخدها بالليل. انتي رايحة فين يا انجي؟ انجي! بعدين بقى ربيع. ايه يا فندم؟ خير يا فندم؟ انت ماشي ورايا ليه؟ وانا همشي وراك ليه؟ روح بلغ اللي بعتك، لو ما بعتوش عني انا وبنتي مش هيحصل كويس. بعد اذنك كده يا استاذة تعالى لي. ايه يا جدعان؟ انت مالك ومال الاستاذ؟ يا جدعان يا جدعان ما اعرفهاش يا عم. رد علينا بالراحه كده بس وقول لنا بالعقل في ايه؟ ما جتش جنبها. ما جتش جنبها هتتبلع عليك ولا ايه؟ ولا اعرف اي حاجه عنها. ازاي يعني ما تعرفش اي حاجه عنها؟ خالص ما تعرفش حاجه عنها. ده انت لابس اهلك سرقه. انت منين يا كل خمس دقايق ده انت ناقص تكلمني لما اخش دوره الميه. هو انا ما وريش شغلانه غيرك ولا ايه؟ بقول لك ايه، ما تكلمنيش تاني الا لو حاجه مهمه حصلت، فاهم ولا لا؟ قلت لك يا ريس، قلت لك الواد ده حمار وهيضيعنا. غبي. الابن بتاع القريه سعادتك بلغنا ان في عربيتين دخلوا قبل ما وليد يتقتل على طول، وانا شايف ان دي مش صدفه، لان الساحل في الوقت ده ما بيبقاش عليه رجل يعني. السؤال بقى هنا يا باشا، ايه اللي يخلي اتنين يسافروا عشان يقتلوا واحد قاعد لوحده في الساحل من غير حراسه ويعرضوا نفسهم للخطر؟ طب ما واحد كان كفايه. شريف، ايه اللي في دماغك بالظبط؟ انا متهيألي ان مش دربالة والجندي بس اللي ليهم مصلحه في قتل وليد، ممكن برضو يكون في حد تاني. احنا لغايه امبارح بس كل اللي نعرفه عن القاتل انه ساكن في وسط البلد، وده من مخالفه المرور اللي اتحررت للعربيه اللي سافرت عصر يوم الحادثه. ده غير الايباد اللي اتسرق من وليد وظهر برضه في نفس المربع السكن. يعني احنا تقريبا بندور في وسط 100,000 مشتبه فيه. وايه اللي جد امبارح؟ مدام انجي مرات وليد كلمتني وبلغتني ان شقتها اتسرقت. كانت بتنظف الشاليه في الساحل ولما رجعت لقيت صيغتها مسروقه. وايه الغريب في كده؟ الغريب يا باشا ان انا لما رحت عاين الشقه ودخلت اوضه مكتب وليد لقيت ان في مستندات ليها دعوه بالقضيه اختفت. وده ملوش غير معنى واحد. ان اللي قتل وليد بيمحي اي اثر للقضيه. بالظبط. واللي خلاني اشك اكتر ان مدام انجي بلغتني ان الشغاله كان بقالها فتره بالجيش، وهي برضو اللي كانت قالت لي ان الشغاله سافرت معاها الساحل عشان ينضفوا الشاليه. يعني معقوله ان الشغاله تسافر تنضف الشاليه والشقه لا؟ وايه اللي هيخليها تكذب؟ مش عارف. في حد احنا ما نعرفوش قريب قوي من مدام انجي، حتى هي مش مديه لاخوانا القاتل او حد تبعه. انا كل اللي طالبه من سعادتك شهرين، شهرين بس، وانا هجيب لك القضيه خالصه مخلصه. تبلغني بتحركاتك اول باول وما تتصرفش من دماغك. تمام سعد. واخرك معايا شهر واحد بس. بس يا باشا. شهر واحد بس يا شريف. يا تطلع بحاجه جديده نفتح بيها القضيه من تاني، يا تسيبها مقفوله. البلد فيها بلاوي تانيه. اوامرك يا باشا.
بعد اذنك دقيقة واحدة. ايوه حسام، ايه الاخبار عندك؟ ايوه يا باشا، انجي طالعه دلوقتي مكتب دربالة. انت بتقول ايه؟ عاوز اقابل سليم دربالة. في ميعاد حضرتك؟ مفيش، ومش همشي غير لما اقابله. ثواني يا مدام، رايحه فين؟ ثواني يا مدام، استني بس يا مدام، استني. انت اتجننتي مدام انجي؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. انا خلاص زهقت وسايبه لك البلد اللي فيها ومهاجره. اه بس للاسف الهجرة مش مجال تخصصي. لحظة واحدة. المكتب ده كويس أوي، هيساعدك. أنا جاي أقول لك كلمتين، لو قربت مني ولا من بنتي مش هيحصل لك كويس. أنا مش فاهم حاجة، ممكن حضرتك يا مدام تقعدي وتفهميني بهدوء؟ هبة، قولي لعم عطية يعمل لمدام إنجي كوباية ليمون عشان اعصابها تهدى شويه. انا مش جايه ضايف ولا اشرب زفت، هي كلمه واحده ومش هكررها، لو قربت مني مش هيحصل لك كويس. هتعملي ايه يعني؟ هتشوف انا هعمل ايه. ياه كل ده عمايل.